السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر سؤال في أسئلة التخدير، زي ما اتفقنا أسئلة التخدير كلها تتحفظ، ما فيش ولا سؤال شرحته في التخدير ما بيجيش في الامتحانات، كلهم بداية من بري أنستيتك ميديكيشنز، لوكال أنستيتكس، ريجيونال أنستيتكس، سباينال، إبيديورال، انترافينس، انهاليشنال. اخر حاجه هي النيورو ماسكولار بلوكرز او المصر ريلاكسانت. احنا اتفقنا ان اضلاع التخدير 3 اضلاع، الانالجيزكس، وشرحنا الانالجيزيا والرول اوف انالجيزيا والسلم بتاع المسكنات، والانستيتكس، وشرحنا الانستيتكس وعملنا منهم مقارنات الانترافينوس انستيتكس والانهاليشنال انستيتكس، والضلع الثالث والاخير هو النيورو ماسكولار بلوكرز او ما يعرف بالمصر ريلاكسانت. ايه دورهم؟ ان العضلات تبقى ريلاكسد، انت مش هتقدر تشتغل على اي تيشو في الجسم، والعضلات ان اكشن او العضلات فيها سبازم. طيب المصر ريلاكسانت دي اللي انت بتاخدها بتعمل ايه؟ ايه الميكانيزم في اكشن؟ المصر ريلاكسانت اكت at the neuromuscular junction by blocking the binding of acetylcholine to the acetylcholine receptors. يعني هي بتيجي عند المسلز وتيجي عند الجنكشن ما بين النيرف اللي جاي من البرين، حامل معاه الاسيتايلكولين عشان يركب الاسيتايلكولين على الاسيتايلكولين ريسبتورز. تيجي هي عند الحتة دي، عند الجنكشن ما بين الاسيتايلكولين عند its receptors، وتقفلها، it blocks it. طيب هي بتقفل الحتة دي ازاي؟ بطريقتين. اول حاجة بتشتغل depolarizing the receptors continuously. depolarize يعني تسحب الشحنة من الريسبتورز. لما بتيجي تسحب الشحنة من الريسبتورز بتعمل initial stimulation، شوية ستيميوليشن للريسبتورز، كأنه في شوية أسيتايل كولين جمع الريسبتورز، فتعمل في الأول شوية فاسيكوليشنز، شوية كونتراكشنز بسيطة بسيطة جدا، followed by paralysis which is the action of depolarizing muscle receptors. أشهرهم وأهمهم هو الساكسينايل كولين. يبقى الساكسينايل كولين بيروح على النيورو ماسكولار جانكشن ويقفل الكونكشن ما بين الاسيتايل كولين والاسيتايل كولين ريسبتورز بطريقه الديبولاريزيشن، سحب الشحنات. سحب الشحنات هيخلي المسل في الاول تو كونتراكت فاسيكوليشنز، انقباضات بسيطه، بعدها تتبع بباراليسيز وهو ما يعرف بالمسل ريلاكسيشن. يبقى المسل ريلاكسانت هنا وظيفته نيورو ماسكولار جانكشن، النيرف هو داخل المصل يديها اكشن كونتراكت. طيب هو النيرف اللي داخل المصل يديها اكشن كونتراكت عن طريق مين؟ عن طريق الاسيتايل كولين. طب والاسيتايل كولين هيخلي المصل تكونتراكت ازاي لما يركب على الريسبتورز بتاعته؟ خلاص، يبقى النيورو ماسكولار بلوكرز وظيفتهم ان هم يمنعوا الاسيتايل كولين من الوصول الى الريسبتورز باي طريقه يا دكتور. اشهر طريقتين، اول طريقه هي طريقه الديبولاريزيشن، سحب الشحنات، واللي بيعملها الساكسينايل كولين بيجي يعمل انيشال ستيميوليشن، يعمل شويه ماسل فاسيكوليشنز كونتراكشنز صغيره مالهاش اي دور، فولود باي برولونجد باراليسيس. طيب الطريقه الثانيه طريقه اشيك، وهم النون ديبولارايزنج ايجنتس. دول مش بيسحبوا شحنات، بس ما بيخلوش الاسيتايل كولين يركب على الريسبتورز. ازاي؟ طيب هم اللي بيركبوا مكانه على الريسبتورز وبالتالي يعملوا باراليسيس تام. يعني عايز تقول النون ديبولارايزنج ماسل ريلاكسانس ما بيعملوش سحب الشحنه اللي بيخلي العضله في الاول يحصل فيها ماسل فاسيكوليشن. يعني عايز تقول ان النون ديبولارايزنج ماسل ريلاكسانس بيركبوا على الاسيتايل كولين ريسبتورز ويعملوا paralysis at once without initial stimulation. يعني هم افضل من الساكسينايل كولين؟ لا، مفيش حد افضل من التاني.
الساكسينايل كولين يجي يعمل ديبولاريزيشن، يسحب شحنات في الاول، يعمل انيشال ستيميوليشن للعضله، تعمل شويه ماسل فاسيكوليشنز، شويه كونتراكشنز ضعيفه، فولد باي باراليسيس. طريقه مش وحشه، ما تقدرش تلغيها. والطريقه الثانيه النون ديبولاريزنج، ما فيش شحنات خالص، لا سحب شحنات ولا غيره، اما هيركبوا على الاسيتايل كولين ريسبتورز يعملوا باراليسيس ات وانس. طب ليه ما قلناش ان الطريقه الثانيه افضل اللي ما فيهاش فاسيكوليشنز؟ هقول لك دلوقتي الفرق ما بين الاثنين هو الانست اوف اكشن والديوريشن اوف اكشن والميتابوليزم والسايد افكتس. تعرف ان الاثنين متقاربين. لما اقول لك ان الديبولارايزنج اعمله، يلا الجدول المتين، وهتعمل فيه خانتين، ثلاث خانات. طبعا الخانه على الشمال خالص هي عنصر المقارنه، الخانه اللي بعدها على طول هي الديبولارايزنج بس ريلاكسنت وهو الاسيتايل كولين، والخانه اللي بعدها النون ديبولارايزنج ماس ريلاكسنت، وخد منهم ثلاث اسماء: اتراكيوريوم، فيكورونيوم، بانكيورونيوم. اتراكيوريوم، فيكورونيوم، بانكيورونيوم، مكتوبين طبعا في الكتاب اللي انا بعته لكم بتاع القصر العيني. والديبولارايزنج هو واحد بس، الساكسينايل كولين. يبقى انا معايا ماس ريلاكسنت ديبولارايزنج بيعمل سحب شحنات انيشيال فاسيكوليشن فولود باي ريلاكسيشن، ومعايا نون ديبولارايزنج ماسل ريلاكسنت ثلاثه، اتراكيوريوم، فيكورونيوم، بانكيورونيوم، بيعملوا باراليسيس فروم ذا ستارت. طيب ده اول نوع في المقارنه اللي هو المود اوف اكشن بتاعهم، ازاي عملوا ماسل ريلاكسيشن. تاني نوع في المقارنه الانست اوف اكشن، مين فيهم بيشتغل بسرعه ومين فيهم بيشتغل ببطء؟ الساكسينايل كولين لانه بيسحب الشحنات مره واحده بيشتغل في ظرف من 40 ل 60 ثانيه. يا دكتور، انت مجرد ما تحقن الساكسينايل كولين في الوريد ويلف في الجسم ويروح في العضلات، يخلي العيان يحصل عنده شويه ماسل تويتشز وشويه ماسل كونتراكشن لمده 3 4 ثواني، وعلى طول ماسل ريلاكسيشن باراليسيس. يعني معنى كده يا دكتور لو عيان انترنال هيموريج ماسيف بليدنج او عيان فيتال او عيان محتاج انومه على طول مش عايز اتدلع والجراح عايز يشتغل بسرعه لان في سيفير هيموريج وبليدنج، يفضل ابدا بمين؟ بالساكسينايل كولين. بقول لك من 40 ثانيه ل 60 ثانيه، نص دقيقه والعيان يكون اترخى نهائيا بقى صليحه. طيب امال يعني التانيين بياخدوا ايه من 3 ل 5 دقائق؟ لا بقى، 5 دقائق كاملين عشان يشتغل ويبدا يدي ريلاكسيشن. معنى كده الجراح هيفضل واقف لدكتور التخدير من اول ما يدي حقنة المصر ريلاكسنت لمدة 5 دقائق لحد ما يجيب تأثيره. ده الاتراكيوريوم والفيكورونيوم والبانكيورونيوم. طيب ماشي، ده الانست. الجرعة الواحدة، الواحد ميلي او الواحد سي سي او الوان سنتي من الساكسينايل كولين اللي بيبدأ في 40 ل 60 ثانية ده بيستمر لمدة قد ايه؟ وال1 سي سي بتاع الاتراكيوريوم والفيكورونيوم والبانكيورونيوم بيستمر لمدة قد ايه؟ انت قلت لي الانست ياخد 5 دقائق ويرخي العيان، طب هيفضل رخي العيان لمدة قد ايه؟ ال1 سي سي من كل واحد فيهم، ال1 سي سي او ال1 سنتي ساكسينايل كولين يرخي العيان من 5 ل 10 دقائق بس. ايه ده يا عم؟ ايه يا عم ده؟ وسائل بيض وانت فاكرنا بنعمل بالطن نتعشى بيهم؟ يعني انت عايز تقولي ان كل شويه الساكسينايل كولين لو عايز تنوم العيان طول العمليه بساكسينايل كولين كل 5 دقائق وكل 10 دقائق تدي له جرعه تاني من الساكسينايل كولين عشان يفضل ماسل ريلاكسد، ولو اتاخرت عليه العيان الماسلز بتاعته تشد على الجراح اثناء العمليه ويلوي وشه على التخدير؟ يا عم العيان شادد، العضله شدت عليا، الجرح اتقفل، هيموت. ايه ده الساكسينايل كولين زي ما فيه ميزه ان هو الانست بتاعه من 40 ل 60 ثانيه، الديوريشن بتاعه اخره من 5 ل 10 دقايق، وخلصنا على كده. مفيش حاجه تانية يا دكتور؟ طب امال النان ديبولارايزنج بقى، الجماعه اللي بيعملوا باراليسيس فروم ذا ستارت دول كانوا بياخدوا من 3 ل 5 دقايق عشان يشتغلوا؟ ما تقنعنيش بقى ان هم بعد 5 دقايق بعدها يقفلوا. لا، الاتراكيوريوم والفيكورونيوم هيمتدوا من ساعه لساعه ونص. أو إن شئت أقول ساعة. ساعة حلو، كل ساعة أبتدي أدي أتراكيوريوم تاني أو فيكورونيوم تاني.
البان مدى طويل، بان كورونيوم من ساعة ونص لساعتين. ياه، ده ينفع في العمليات الكبيرة بقى، قلب مفتوح، تغيير صمام، زراعة كبد، زراعة كلى، وبل اوبريشن. ما ينفعش في زايد هاخد فيه 10 دقايق، ادي جرعة بان كورونيوم والعين يفضل نايم وريلاكسد من ساعة ونص لساعتين. الجراح هيقول للدكتور التخدير صح العيان، هيقول له لسه هو اندر افكت بتاع الماس ريلاكسنت. ما اقدرش. يعني عايز تقول لي ان النون ديبولارايزنج ماس ريلاكسنت على قد ما فيهم ميزة ان هما بيدوني تايم، بس ساعات بيدوني تايم اكبر من وقت العملية. يعني مفيش ماس ريلاكسنت تيبيكال يا دكتور السكسينايل كولين يشتغل بسرعة والدوريشن بتاعته صغيرة، والاتراك يوريوم والفيكورونيوم والبان كورونيوم يشتغلوا ببطء والدوريشن بتاعتهم طويلة. طب ايه الحل؟ خد عندك بقى الميتابوليزم. ايه اللي بيعمل لهم اليمينيشن من الجسم؟ الجسم بيطردهم ازاي؟ ما هو انت الماس ريلاكسنت اللي اديته ده هيفضل يراخي عضلات الجسم مدى الحياه؟ لا، الا هيشتغل نص ساعه، ولا هيشتغل ساعه الا ربع، ولا هيشتغل ساعه. ايوه، طلع من الدم ازاي؟ مشي من الدم ازاي؟ الجسم عمل له ميتابوليزم ازاي؟ بص بقى، الساكسينايل كولين من اسمه كولين، زي الاسيتايل كولين. مين اللي كان بيليمينيت الاسيتايل كولين؟ الكولين ستيريز انزيم. خلاص، يبقى الساكسينايل كولين هيعمل له اليمينيشن من البلد، الكولين ستيريز انزيم محلوله، خلاص ده موجود. طيب تعال للنون ديبولارايزنج ماسل ريلاكسنت، الجسم هيخلص منهم ازاي؟ الاتراك يوريوم اخف واحد فيهم واشيك واحد فيهم واجمل واحد فيهم، عشان كده كل دكاتره التخدير شغالين بيه. البودي تمبريتشر بتاعه الجسم في حد ذاتها، الهيوميديتي بتاعه الدم، ات جيت ريد اوف الاتراكيوريوم which is named هوفمان اليمينيشن بروسيس. هوفمان ده واحد كان انترستد بالتخدير وكان بيتابع المصري ريلاكسنت دول وازاي تعمل لهم اليمينيشن. قال لك الاتراكيوريوم ده مش محتاج يروح ليفر ولا كيدني ولا اي حته، البودي تمبريتشر العاديه بتعمل له، والهيوميديتي بتاعه الجسم بتعمل له اليمينيشن وتخلي الاتراكيوريوم يختفي. طيب الفيكورونيوم في الكبد، الفيكورونيوم الكبد يشفطه من الجسم كله ويعمله ميتابوليزم ليفر. البانكيورونيوم اللي بيقعد من ساعة ونص لساعتين ده ليفر وكدني مع بعض، جزء منه في الليفر وجزء منه في الكدني. يبقى الاتراكيوريوم اخفهم، ايه اخفهم هوفمان اليمينيشن بروسيس عن طريق الهيوميديتي بتاعت الجسم والبودي تمبريتشر. الفيكورونيوم ليفر، البانكيورونيوم ليفر اند كدني. طب خلاص احنا كده عرفنا الانست وعرفنا الديوريشن وعرفنا تو جيت ريد اوف زيم، البودي بيتخلص منهم ازاي، السايد افكتس بتاعت كل واحد. الساكسينايل كولين الماسل كونتراكشنز والفاسيكوليشنز دي بتعمل بين، تخلي العيان الانستيتيك افكت يبقى ضعيف، والانالجيزيك دي افكت اللي واخده في العمليه يبقى ضعيف، بيضعف الانستيزيا والانالجيزيا اللي واخدها العيان لانه بيعمل ماسل بين. ايه تاني ساكسينايل كولين؟ الفاسيكوليشنز دي بتعمل هايبر كاليميا، بطلع البوتاسيوم من العضلات في الدم. يا لهوي، دي مصيبه، الهايبر كاليميا دي لبش. احنا عارفين ان البوتاسيوم ده سم زعاف، لا ينفع يزيد ولا ينفع يقل، زيادته مصيبه ونقصه مصيبه. كل ده بيعمله الساكسينايل كولين. مش بس كده، الفاسيكوليشنز والماسل كونتراكشنز الانيشيال ترفع درجه الحراره، تعمل هايبر سيرميا، ده ممكن العين يدخل في مالجنانت هايبر سيرميا سندروم ويموت. يس، ممكن يدخل في المرحلة دي. رابع حاجة بيعملها الساكسينايل كولين، بيزود الانترا اوكيولار بريشر. ياه، ضغط العين بيزيد، يعني لو حد عنده جلوكوما هتفرجع عينه على البركة. بارك الله فيك.
يبقى السكسينايل كولين شويه الماسل فاسيكوليشنز هي اللي بتعمله السايد افكتس كلها، تعمل ماسل بين وتطلع البوتاسيوم من العضلات توديه في الدم تعمل هايبركاليميا، وتسخن الجسم كله تجيب للعيان مالجنت هايبرثيرميا، وترفع ضغط العين وتخلي عين العيان اللي فيها جلوكوما تفرقع. طيب امال النون ديبولارايزنج ماسل ريلاكسنت الاتراكيوريوم والفيكورونيوم والبانكيورونيوم، ايه السايد افكتس بتاعت كل واحد؟ الاتراكيوريوم ليس الا هيستامين ريليز فازو دايلاتيشن وفلاشنج بس. الفيكورونيوم ملوش اي سايد افكتس. البانكيورونيوم بيعمل تاكيكارديا وهايبرتنشن، بيزود البلاد بريشر. البانكيورونيوم بيعمل تاكيكارديا وهايبرتنشن، والفيكورونيوم ليس له اي اعراض جانبيه. والاتراكيوريوم بيعمل هيستامين ريليز فيعمل فازو دايلاتيشن وفلاشنج. طيب انا كده عرفت المصر ريلاكسنت المود اوف اكشن بتاعهم، بيشتغلوا على الاسيتايل كولين ريسبتورز، وكل واحد فيهم بيشتغل ازاي. الديبولارايزنج السكسينايل كولين بيسحب الشحنات وبالتالي يعمل ماسل كونتراكشن فولود باي ريلاكسيشن. اما النون ديبولارايزنج ملوش اي علاقه بالشحنات، بيدخل يعمل باراليسز على طول لانه بيركب على الريسبتورز بتاعت الاسيتايل كولين. طيب ماشي، احنا كده عرفنا المود اوف اكشن بتاع كل واحد، الديبولارايزنج والنون ديبولارايزنج، وعرفنا الانست، عرفنا ان السكسينايل كولين بيبدا في ثواني 20 ثانيه 40 ثانيه، وعرفنا ان النون ديبولارايزنج الاتراكيوريوم والفيكورونيوم والبانكيورونيوم بياخدوا من 3 ل 5 دقائق، ده الانست. طب الديوريشن الواحد سنتي من كل واحد فيهم بيمتد قد ايه؟ السكسينايل كولين 10 دقائق بس وينتهي الافكت بتاعه، الاتراكيوريوم نص ساعه ساعه الا ربع ساعه، الفيكورونيوم زيه نص ساعة ساعة لربع ساعة، البانكيورونيوم بخلي بالك طويل ساعة ونص ساعتين ساعتين ونص. طيب ماشي، الجسم بيتخلص منهم ازاي؟ السكسينايل كولين من اسمه كولين يبقى كولين استريز زيه زي الاسيتايل كولين. مين اللي بيكسر الاسيتايل كولين؟ الكولين استريز انزيم. مين اللي بيكسر السكسينايل كولين؟ الكولين استريز انزيم. طيب تعالى لمجموعة النون ديبولارايزنج، الاتراكيوريوم ايه ابن حلال، هوفمان إليمينيشن بروسيس، الهيوميديتي والبودي تمبريتشر بتجيت ريد اوف ات، ما بيلحقش يوصل لليفر ولا كدني ولا اي لانج ولا اي حاجة. الفيكورونيوم بيخرج عن طريق الليفر، البانكيورونيوم حد بيساعد الليفر اللي هي الكدني. طيب السايد افكتس والمشاكل، كل مشاكل السكسينايل كولين في الانيشيال ماسل فاسيكوليشن، تعمل ماسل بين وتطلع البوتاسيوم من العضلات توديه في الدم تعمل هايبركاليميا وتسخن الجسم كله هايبرثيرميا وترفع ضغط العين وتفرقع العين بالجلوكوما. النون ديبولارايزنج الاتراكيوريوم ابن حلال، جاست هيستامين ريليز شويه فازو دايلاتيشن على فلاشنج. الفيكورونيوم نون ملوش اي سايد افكتس، البانكيورونيوم هايبرتنشن تاكيكارديا. ايه اليوزز بتاعت المصر ريلاكسنتس؟ بارت اوف ذا جنرال انستيزيا بروسيس، زي بارالايز اول ماسلز سبيشيالي. بقى هاتلي حاجات معينه، رقم واحد العضلات بتاعت اللارينكس قبل ما اركب الاندوتراكيال تيوب، ما هو اللارينكس ده فيه عضلات ومقفول. طب انا عايز اركب الاندوتراكيال تيوب، الانبوبه اللي هيوصلها في التراكيه ووصلها بالاكسجين بره، ما هو العين مش هيتنفس. هو اصلا الانستيزيا انت خلاص خدرت العيان وغيبته عن الوعي ولغيت كل اجهزته بما فيها الجهاز التنفسي، طب مش لازم تديله اكسجين وتخليه يتنفس؟ يبقى انا محتاج اركب انبوبه جوه اليومن بتاع التراكيه عن طريق اللارينكس، فتسمت اندو يعني داخل التراكيه، اندو تراكيال تيوب. هاته الاندو تراكيال تيوب عشان تدخل من اللارينكس وتنزل في التراكيه، لازم عضلات اللارينكس ترخي. ترخي ازاي؟ بهذا المصر ريلاكسنت، هو بيرخي كل عضلات الجسم بس بما فيهم عضلة اللارينكس وهي مهمة جدا. طيب ايه تاني؟ عضلات البطن بالنسبة لنا كجراح، انا عايز الاكسترنال اوبليك والانترنال والترانسفيرزس والريكتس والعضلات دي كلها تبقى زي الملبة المرخية، وبالتالي الانسيجن بتاعي لما مسك الريتراكتورز الابدومينال وول ريتراكتورز اللي شرحتهم لكم مع الانسترومنت للمساعدين بتوعي، يشد يلاقي العضلات مش بتشد قصاده، مش يبقى المساعد بيشد والعضله شد قصاده،
هيبقى حرب ما بين المساعد والعضله بتاعت العيان. اشتغل ازاي انا؟ اركز ازاي؟ اروح ماسك التخدير اروح شاخط فيه، خلي العيان ريلاكسد، ارخي العيان. الاترك يوريوم مش جاي بيديله فيكورونيوم، الفيكورونيوم مش جاي بيديله بانكيورونيوم. طعم الموضوع بسكسينايل كولين، اديله اللي تديهوله، اديله تراب، المهم بعضلاته تترخي عشان اعرف اشتغل العمليه بتاعتي سيروزا ابدومينال انسيجن. طيب المصل ريلاكسانتس بترخي كل عضلات الجسم بما فيهم مصلز اوف ريسبيريشن، عشان كده مجرد ما العيان بياخد المصل ريلاكسانت الريسبيراتوري مصلز بتتوقف. لازم ماسك الاكسجين والاندوتراكيال تيوب يكونوا موجودين. طيب لو انا اديت المصل ريلاكسانت والجراح شغال والجراح العملية طلعت متسهلة وبعد نص ساعة من العملية قال لي انا خلصت، ايه انت مش كنت جاي للعملية ساعة ونص وانا اديتك بان كيرونيوم بيشتغل من ساعة ونص لساعتين؟ ايوه انا خلصت. هتستنى انت لحد ما الجسم يعمل اليمينيشن للبان كيرونيوم وتقعد انت والعيان ساعة ولا ساعة ونص والجراح يروح البيت ويسيبك؟ مش هيسيبك، هو عايز يصحي العيان عشان يطلعه لأهله، وبالتالي هيقول لك ادي العيان انتاجونيزم، ادي العيان مصر ريلاكسنت انتاجونيست، حاجات تإليمينيت الإفكت بتاع المصر ريلاكسنت. طيب ايه اشهر دواء بيتاخد تو انتاجونايز الافكت بتاع المصل ريلاكسانت؟ دواء اسمه نيوستيجمين واخوه بروستيجمين. نيوستيجمين والبروستيجمين دول بيشتغلوا على الكولينستيريز انزايم. ياه الكولينستيريز اللي بيكسر الساكسينايل كولين لما يكسروا الكولينستيريز انزيم الاسيتايل كولين يرجع ينشط يتقوى على الساكسينايل كولين وياخد دوره عند النيورو ماسكولار جانكشن وياكت على المسل ويرجع الكونتراكشنز والفانكشن بتاعت المسل. يعني كل ما في الامر الخناق اللي بيخنق الاسيتايل كولين قتلته ربطه، الكلب المسعور اللي معدي في الشارع بيعض اي حد معدي ربطه، الناس هتعدي براحتها. الاسيتايل كولين اللي كان متكتف بالاسيتايل كولين استريز لغيت الاسيتايل كولين استريز بالنيوستيجمين. الادمنستريشن بتاع النيوستيجمين بيلغي الاسيتايل كولين استريز انزيم at the neuromuscular junction عند الجانكشن ما بين النيرف والمصل، وبالتالي consequently بالتبعية increase the amounts of acetylcholine وبالتالي المصل هترجع تشتغل وهترجع in action. طيب ايه مشكلة هذا النيوستيجمين؟ كون ان هو بيلغي الاسيتايلكولين استريز انزايم وبينشط الاسيتايلكولين اللي بيعمل contractions، الكونتراكشنز اللي بترجع استعادة الوعي التام بتاع الجسم كله بيعمل فازو فيجل ستيميوليشن، العين بيدخل في برادي كارديا، ده رقم واحد، ممكن يدخل اب تو كاردياك ارست. رقم اتنين بيعمل حاجة اسمها برونكوس بازم، دي من الاعراض الجانبية للنيوستيجمين والبروستيجمين. عشان كده احنا وبنديهم بندي اتروبين كحمايه من الفيجل اتاك، لان الاتروبين بيزود الهارت ريت وبالتالي نو فيجل ستيميوليشن مع الهارت ريت الزياده. طيب عايز تقول حاجه عن المصل ريلاكسنت تاني؟ هم فيهم كلام تاني كتير بس انا على ما اعتقد دي اسهل تفصيله للمصل ريلاكسنت ويكفيكم دي. يعني
حلو أوي عليكم. طيب في كام حاجة تاني عشان نبقى قفلنا التخدير؟ التخدير بيصحي العيان ازاي؟ ازاي التخدير يرجع العيان فايق زي ما كان؟ at the end of the surgery الانستيولوجيست عايز ايه؟ عايز ايه من العيان؟ عايز العيان يرجين الكونشوسنس، يرجع كونشوس. عايز العيان يرستور كل الريفلكسز واهمهم الاير واي ريفلكسز، عشان ما ريقه ما يدخلش على الرئه، ريقه الجاستر كونتنس ما تدخلش على الرئه. عايز يتاكد ان العيان بيتنفس كويس، سبونتينيوس ريسبيريشن، الريسبيراتوري سيستم رجع زي الفل. يبقى الثلاث حاجات اللي عايز يعملهم التخدير: العيان يستعيد وعيه، العيان يستعيد الريفلكسز اللي ربنا خلقها، العيان ياخد نفسه كويس. يعمل كده ازاي؟ how to achieve these three goals. رقم واحد discontinue الانهاليشن الانستيتك لو كان بياخد نيتروس اوكسايد او هالوسان او ايزوفلوران او سيفوفلوران، اقفل الحنفيه، ده رقم واحد. يدي الانتاجونيست بتاع الماسل ريلاكسنت اللي هو النيوستيجمين معاه الاتروبين عشان السايد افكتس بتاعت النيوستيجمين او البروستيجمين. discontinuation of mechanical ventilation، الفنتيليشن اللي كان شغال يوقف عشان يخلي العيان يرجع ياخد نفسه سبونتينيوسلي. لو في اي ديسشارج او اي سكريشنز في الاسوفجس او في التراكيه اعمل لها سكشننج عشان ما يحصلش للعيان اسبيريشن. طيب يتبقى كلمة كمان أو موضوع كمان، الكاردياك أريست أندر أنستيزيا. إيه اللي بيخلي عيان يموت من دكتور التخدير أثناء العملية ودكتور الجراحة يلضم جنبه؟ الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، ضيعت مستقبلي ومستقبل عيالي، موت العيان، الناس ولا يعرفوك ولا يعرفوا اسمك ولا يعرفوا عنك حاجة. عمر المريض ما بيسأل دكتور الجراح مين هينوم الحالة ولا مين هيدي العيان البنج، هو في وشه مين الجراح؟ انت يا دكتور احمد اللي في وشنا، ولا لينا دعوة بأي حد، هات اللي تبعك ياكش يعمل مشكلة، انت اللي في وشنا. عشان كده دايما تلاقينا مركزين مع موضوع التخدير، وكل جراح بيدور على حد كويس تخدير. ما ينفعش اجيب واحد يموت لي العيان في العمليات، ابقى داخل اعمل الزايدة للعيان يقول لي ده مات. مات ده زايدة يا عم، امال لو قلت لك انا داخل اعمل عملية قلب مفتوح ولا اعمل له ليفر ترانسبلانتيشن كنت عملت ايه؟ طيب ايه اللي ممكن يخلي العيان يموت من التخدير اثناء العملية؟ هايبوكسي، ماسك الاكسجين اللي موصله لمناخير العيان او للماوس بيديله منه الاكسجين مفصول. يا لهوي، الجسم مش واخد اكسجين، الجسم كله اصبح هايبوكسيك بما فيه البرين. ده البرين انوكسيا او البرين هايبوكسيا بتعمل انكفالوباسي في البرين، بتعمل برين ديس، هيموت. الهايبوكسيا في حد ذاتها مميتة. طب والمقابل لها الهايبركاربيا، سي او 2، السي او 2 في اكوموليشن مش بيطلع، ريتينت في السيركيوليشن. طب ما الهايبركاربيا دي هارمفول وتوكسيك على الجسم كله. اداله اوفر دوز من الجنرال انستيتيك سواء انهاليشنال او انترافينوس حسب الجرعه اكوردنج للوزن، واداله ضعف الجرعه. العيان خلاص دخل في ريسبيراتوري ديبريشن وكاردياك اريست وهيموت، اديته اوفر دوز من الجرعه بتاعت التخدير. استخدم ماده مخدره من اللي بتاذي الهارت تعمل كاردياك اريست. فاكرين الهالوسان؟ قلت لكم بيعمل مايوكارديال ديبريشن اب تو كاردياك اريست، وقلت لكم الهالوسان ده كوندمد ملغي في دول العالم المتحضرة، سم زعاف قاتل، مفيش حاجة اسمها هالوسان. لايت انستيزيا، ايه ده؟ الاوفر دوز وعرفناها، بيدي تخدير زيادة عن اللزوم موت العيان.
لايت انستيزيا مخدره نص نص تأذي العيان؟ اه تأذيه. اللايت انستيزيا دي بتعمل سيفير فيجال ستيميوليشن، نفس الافكت بتاع السيفير بين، مش العيان مش نايم اصلا. انت عارف يعني ايه تعمل العيان عملية على الصاحي؟ كل انسجة الجسم بتتأذي. سيفير فيجال ستيميوليشن اب تو براديكارديا وكاردياك ارست. اذا اللايت انستيزيا، ولا دكتور التخدير يستنصح ويقول لك انا منوم العيان نص نص عشان اعرف اصحيه وما يدخلش في مني في مضاعفات؟ لا، ده هو هيدخل مضاعفات قبل ما تبدا تصحيه مع الاندكشن، مع بدايه العمليه. طالما انت خليت الجراح يشتغل في لايت انستيزيا، انستيزيا سطحيه خفيفه، العيان هيجيله فازو فيجال اتاك وهيموت. عشان كده الاتروبين اللي بيعمل ريفلكس تاكي كارديا ويضغط على الفيجاس ويكتب نفسه وما يسيبوش ياخد الغلبة، دكتور التخدير الشاطر الاتروبين في جيبه، ما يستناش لحد ما يدور على الاتروبين في المستشفى، الاتروبين في جيبه. عشان لو العيان دخل في فازو فيجال اتاك او برادي كاردي او كاردياك ارست، انبول الاتروبين على طول. عيان اللي بياخد نيوستيجمين الانتاجونيست بتاع المصر ريلاكسنت، لو دخل منه في كومبليكيشنز فيجال ستيميوليشن وبرادي كارديا، الاتروبين معاه تشك تشك تشك، يحقن الاتروبين على طول، ينعش العيان، يرجع الهارت ريت طبيعي ويعمل تاكي كارديا كمان. عشان كده يا دكتور الاتروبين حبيب دكاترة التخدير. اه طول ما احنا شغالين يقرفوا فينا ويطفشونا، يا مس هاتي اتروبين، يا مس هاتي اتروبين، يا مس خلي الاتروبين جنبي. ايه يا عم مالك يا حبيبي، الاتروبين عامل لكم ازمة؟ اه ده دكتور تخدير شاطر اللي يعمل كده، خايف العيان في اي لحظة، مش عايز العيان يبقى مسد منه. غير اللي نايم على ودانه ويدي لك العيان البنج ويدي جرعة المصر ريلاكسيشن وجرعة الانترافينوس انستيك ويركب لك الانبوبة ويروح يشرب الشاي في الانتري بار. طب يا عم تعالى تابع الفيتال ساينز بتاعت العيان، لا يدخل في برادي كارديا، يدخل في تاكي كارديا، يدخل في مايوكارديا ديبريشن، يدخل في اريزميا، مش كل دي كومبليكيشنز انا قلتها في جنرال انستيزيا وفي الابيديورال وفي السباينال وفي المصر ريلاكسنت، كل دي كومبليكيشنز. لازم دكتور التخدير يبقى متيقظ وصاحي. عشان كده اللي بيحصل بره في الحياه العمليه ده مش صح. يعني دكتور التخدير يبقى منوم ثلاث حالات في ثلاث اوض مختلفين، ويروح لده شويه ويطلع من ده يروح لده، ويطلع من ده يروح لده، ويطلع من ده يروح لده. لو لا قدر الله عيان لوست، ده نيجليجنس رهيب منه مهما كان شاطر. الهايبوثيرميا، الهايبوثيرميا تموت، دي فيتال، بتعمل كاردياك ارست. الهايبوثيرميا التخدير في حد ذاته بيلغي الميتابوليزم بتاع الجسم كله، وبالتالي العيان بيبرد بيتلج. وزيادة على كده احنا اصلا في العمليات مشغلين دايما التكييف سائع تلج عشان ما يساعدش الاورجانيزمز تو مالتي بلاي وتو ترانسلوكيت، يعني جو العمليات بارد، والتخدير بيقلل درجة الحرارة بتاعت العيان. الهايبوثيرميا ده بتعمل اسيدوزز وفيتال اب تو كاردياك ارست. يس حاجات بقى بعد كده ايه الجراح مساعد فيها، جراح فاشل والعيان نزف 3 لتر ولا 2.5 لتر مره واحده، اقوله في صدم خلاص. الماسيف بليدنج ده ممكن يموته. ثرومبوزز نتيجه ستيزز، عمل انجري في فيسل وول، عمل هيماتوما في فيسل، ممكن تعمل ثرومبوزز. لو واخد بقى سباينال انستيزيا او ابيديورا، لو حصل سيفير هايبوتنشن والعيان دخل في فازو فيجال اتاك ومات، ده يعمله كاردياك ارست. اللوكال انستيكس اللي بتتحقن تحت الجلد، لو اتحقنت في الوريد ولا في الاورده اللي تحت الجلد هتروح في السيركيوليشن وممكن تعمل مايوكارديال ديبريشن. طيب دي مشاكل او الكوزز اللي تعمل كاردياك ارست اندر انستيزيا. طيب ايه الحاجات اللي تعمل الريسبيراتوري اوبستراكشن وتخلي العين يزرق ويموت من دكتور التخدير اثناء العمليه؟ رقم واحد اللسان، اللسان لو اتبلع لورا من دكتور التخدير وما كانش مركب الاندوتراكيال تيوب كويس واللسان رجع لورا وقفل اللارنكس والتراكيه، ده ممكن يعمل ريسبيراتوري اوبستراكشن هو بيصحي العيان. عشان كده دكتور التخدير وهو بيصحي العيان بعد ما بيشيل الاندوتراكيال تيوب بيعمل الحركه اللي احنا قلناها زمان جوس راست تشين ليفت، يزق الفك لقدام عشان خاطر اللسان ما يرجعش لورا ويقفل اللارنكس والتراكيه، وبالتالي العيان ياخد نفسه كويس ويبقى زي الفل، والمرافقين واهل المريض يقول لك تسلم ايديك يا دكتور العيان صحي زي الفل بياخد نفسه كويس.
لكن لو دكتور التخدير ما عملش الجو ستراست تشين ليفت وطلع الفك اللي قدام اللسان ممكن يرجع لورا يتحبس، يقفل اللارينكس والتراكي يجي العيان ياخد نفسه ما ياخدش. اهل المريض يقول لك يا دكتور ده فطسان، انت فقسته جوه مطلعه لنا هنا هو بيطلع في الروح. اذا موضوع التانك ده مهم جدا. البليدنج لو الجراح شغال في الماوس وفي الجنجيفا وفي الجام، جراح ماكسيلوفيشل او جراح تجميل في الفيس، دكتور التخدير لو ما كانش يبقى ماسك شفاط وشغال يشفط باستمرار البلاد ده ممكن يعمل بلاد كلوتس في الفارنكس وفي اللارنكس وفي الاسوفيجس وفي اي حته. ده تاني حاجه البليدنج. تالت حاجه اللارنكس نفسه ممكن يحصل فيه لارينجيال اديما وسبازم ويقفل على الاندوتراكيال تيوب، تيجي تشيلها تلاقي الفوكال كوردز قفلوا خالص والعين حصل له سترايدر وزرق وممكن يموت، تقدر تعمله تراكيوستومي. طب ايه اللي يخلي اللارنكس يحصل فيه سبازم؟ دكتور التخدير مش منوم العيان كويس، لايت انستيزيا. اللايت انستيزيا مشكله، ممكن تعمل لارينجيال اديما ولارينجيال سبازم. طيب رابع حاجه الاندوتراكيال تيوب مش اندوتراكيال، اندو اسوفجيال، دكتور تخدير فاشل ولا شايف ولا عارف، ومدخلها من البق بدل ما من البق على اللارنكس والتراكيه دخلها في الاسوفجس. طبعا العيان مش بياكل ويشرب اثناء العمليات فمش هيعرف دكتور التخدير، شغال يدي الميكانيكال فنتيليشن والهواء والنفس والاكسجين في المعده. دكتور الجراحه قبل ما يفتح جاي يفتح البطن يقول له يا عم العيان ده ما كانش اوبستراكتد، ده زايده، مال بطنه اتنفخت ليه والعيان مزرق والعيان الاكسجين ساتوريشن بتاعه على المونيتور. يا دكتور التخدير اي كلام، يروح دكتور التخدير يراجع نفسه ثواني ثواني ثواني، ايه ده انا مدخلها اسوفجيال، يروح سحبها ويروح مدخلها اندو تراكيال. في الفتره دي لو طولت ودكتور التخدير والجراحه ما تنبهوش العيان ممكن يدخل في ريسبيراتوري ديبريشن وممكن يموت. طيب ايه تاني؟ البلمونري اديما، عيان داخل في هارت فيلير عنده رايت سايدد هارت فيلير او ليفت سايدد هارت فيلير ودكتور التخدير ولا فاهم ولا عارف وشغال يدي فيه في المحاليل لحد ما العيان بيقولوا عليه غرق في السكريشنز بتاعته، بالمونري اديما تموت، برونكوسبازم وديس. التريتمنت بتاعها طبعا زي ما احنا عارفين تشفط الفلويد وتشفط السكريشنز وتدي اكسجين وتدي دايريتكس وتدي ديجيتاليس عشان تحمي الهارت. رابع حاجة ممكن تعمل كارديو بارموناري أرست وديس الأسبيريشن. الأسبيريشن لو بلع الريق أو الجي اي تي كونتينتس أو دخلت على اللانج هتعمل أسبيريشن نمونيا وتش اس فيتا. أنا خلصت التخدير على ما أعتقد، الشرح اللي شرحته في التخدير ده كافي جدا 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 في الامتحان، وإن شاء الله ربنا يكرمكم ويوفقكم في مادة التخدير وتكون أفضل درجات وتكون 32 درجة بتاعة التخدير كلها موجودة ومحدش يسيب فيها أي كلمة. طيب هدخل دلوقتي بقى على برانش مهم جدا 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 وهو الفاسكولار سيرجري. الفاسكولار سيرجري هشرح فيها أرتيريال سيستم، فينوس سيستم، ليمفاتيك سيستم. اهم اسئله الفاسكولار سيرجري في الارتيريال الاكيوت اسكيميا مينلي الامبوليزم. الاكيوت اسكيميا اهم درس فيها الاكيوت امبوليك اسكيميا. تاني حاجه الكرونيك اسكيميا ان ذا فورم اوف نوعين من الكرونيك اسكيميا، واحد بيجي في البنات الشباب العشرينات اللي زيكم في اضراف الاصابع في ايديهم اسمه الراينودز ديزيز او الراينودز فينومينا. والراينودز ديزيز تو تايبز، برايمري هو ده اللي بيجي في البنات اللي في سنكم في الشتاء اضراف صوابعها هتزرق وتبيض وتحمر وتبقى حاسه بيها في الم، الالم ده بتاع الاسكيميا. الحل في الشتاء ما تقعدش في حتة فيها برد جامد وتلبس جوانتي لما تبقى بردانه في ايديها ودايما تحرك ايديها وتعمل نشاط عشان تجري الدورة الدموية في صوابعها. والبرايمري رينود ده انون اتيولوجي والتريتمنت بتاعه جاست فازو دايليتورز وفيزيوثيرابي والاشورانس للمريض. اما السكندري رينودز اللي تشينجز اللي بتحصل دي وتعمل كرونيك اسكيميا في اطراف الاصابع بتكون نتيجة اوبستراكشن فوق على مستوى السب كليفيان ارتري زي السوراسيك اوتلت سندروم.
بتعمل secondary رينودز. الكولاجين ديزيزز لايك سيستميك لوبس اريثماتوزز روماتويد ارثرايتس سكليروديرما اسوشيتد معاهم كرونيك اسكيميك تشينجز في الابر ليمب في اللور ليمب مينلي في الابر ليمب بتعمل secondary رينودز ديزيز. ده واحد من انواع الكرونيك اسكيميا سبيسيفيك. تاني نوع من انواع الكرونيك اسكيميا وهو البرجر ديزيز مرض البرجر، ده في الرجاله، التاني في الستات وده في الرجاله، وبتاع الستات كان سيزونال بيجي في الشتاء بس وفي اطراف اصابع ايديهم. البرجر ليس سيزونال بيجي في اغلب السنه طول السنه وفي اطراف اصابع الرجلين. ايه ده كرونيك اسكيميا في صوابع الرجل؟ اه. طب ايه الكوز في البرجر ديزيز؟ سموكينج. ما فيش، خدها قاعدة، ما فيش أي عيان عنده برجر مش مدخن. ممكن ألاقي حد مدخن ما عندوش برجر، مش كل المدخنين بيجي لهم برجر، لأن مش كل المدخنين بيدخنوا زي بعض. ما في واحد بيدخن تدخين سلبي، والده في البيت، والدته في البيت، واحدة بنت بتدخن تدخين سلبي، والدتها، والدها، عمها، خالها، قاعدة في بيت عيلة، وكل دول الناس شغالين حشيش على مخدرات على سجاير، ما ده اسمه تدخين سلبي. في مدخن تدخين خفيف، سيجارة في اليوم، سيجارتين ثلاثة، في ناس شارهين في التدخين، علبة علبتين ثلاثة. دايما الناس الشارهين في التدخين هم اللي بيجي لهم برجر ديزيز، وده كرونيك اسكيميا في اللور ليمبس، وده ليس سيزون، اللي بيجي على مدار السنة ولي كومبليكيشنز ابتو ان هو يعمل اسكيميا وجانجرين في اطراف الاصابع تحت، ونقدر ان احنا نعمل امبيوتيشن. طيب يعني انت عايز تقول ان اهم الاسئله الاكيوت اسكيميا ومين لاكيوت امبوليك اسكيميا، بعد كده في الكرونيك اسكيميا البرجر بتاع الرجاله المدخنين والراينودز بتاع الستات والبنات الصغيرين، بعد كده الديابيتك فوت. ايه يعني دايابيتك فوت يعني يا دكتور؟ هشرح الكومبليكيشنز بتاعت الدايابيتس. الدايابيتس الكومبليكيشنز بتاعته على الجسم، اول حاجة بيقلل الاميونيتي بتاعت الجسم، يخلي اي مشكلة تحصل في الجسم تتفاقم بسرعة. ازاي ده العادية في الاشخاص العاديين ليها سيكولا، وازاي ده في الاشخاص الدايابيتكس السيكولا بتاعتها مختلفة. المرارة العادية والجول بلادر ستونز في الناس العاديين ليها سيكولا وليها كيرف، والمرارة في الناس الدايابيتك ليها كيرف تاني. يبقى هو خلى الدايابيتس، خلى الناس اللي عندهم السكر ابنورمالي فراجايل، هش، المضاعفات بتحصل معهم بسرعة، ده رقم واحد. رقم اتنين الانجيوباسي اللي بيعملها الدايابيتس على مستوى السمول فيسلز واللارج فيسلز اسمها مايكرو انجيوباسي وماكرو انجيوباسي. الدايابيتس بيدخل العيان في بري سينايل اثيروسكليروزز. يوه فاكرين زمان فروم ذا لاند بياند 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 لما كنت بتكلم عن الاثيروسكليروزز، وقلت لكم الاثيروسكليروزز بيجي في الاولد ايج بعد الخمسين سنه، وده اول ديجري من الديجريز بتاعت الاسكيميا. الكرونيك اسكيميا درجات 1 2 3 4. اي عيان فوق الخمسين سنه راجل او ست ده يعتبر عنده كرونيك اسكيميا جريد 1 اللي هي اثيروسكليروزز، ترسب الدهون في جدار الشرايين المهمه والكبرى بدايه من الاورده والالياكس، الكومون الياكس والاكسترنال الياك والانترنال الياك والفيمورال والبوبليتيل والانتيرور تيبيال والبوستيرور تيبيال والدورزال سبيدس. كل الارتريز دي كلها بعد الخمسين معرضه يترسب فيها الفات الكوليسترول ويعمل اثيروسكليروز. طيب وبالتالي تضيق وبالتالي تعمل كرونيك اسكيميا. ما انا بقول لك هي اول جريد من الجريدز بتاعت الكرونيك اسكيميا. الدايابيتس بيدخل العيانين بتوعه في بري سينايل اثيروسكليروز على 35 40 سنه يبتدي يحصل لهم الاثيروسكليروز. اه يعني بيعملهم الكرونيك اسكيميا بدري، عشان كده بيدخلوا في مضاعفات الكرونيك اسكيميا والجانجرين والامبيوتيشن بدري، رغم ان انت قلت ان كل الشعب كلنا بندخل في كرونيك اسكيميا بعد الخمسين سنة، بس اللي ما عندوش سكر السيكولا ماشية بالراحة تا 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 مع شوية كير وشوية اهتمام ولا حاجة. اما الدايابيتك يا عيني دخل في بري سينايل اثيروسكليروزز كرونيك اسكيميا بدري وكومبليكيشنز بدري، وما تراجعش وما تتابعش كويس عيان السكر هيدخل في مضاعفات فيري ايرلي. طيب
هذه هي الانجيوباسي. مايكرو على مستوى السمول فيسلز اللي في الاطراف في الايدين وفي الرجلين، ومين اللي في الرجلين لان هي اللي بتاكت اجينست الجرافيتي. والماكرو انجيوباسي اللي هي البريسينايل اثيروسكلروزز. الديابيتس بيعمل برضو نيوروباثي، اعتلال في الاعصاب الطرفيه بطريقتين. الطريقه الاولى الاسكيميا، ما هو الاسكيميا زي ما البلاد سبلاي مش وصل للسكين والسبكوتينيوس والعضلات مش هيوصل للنيرف، وبالتالي اسكيميا اوف ذا نيرفز. ودي جريد 3 من الكرونيك اسكيميا اللي هي ريست بين. العيان نايم في امان الله ومرتاح، ومره واحده يصحى يصرخ من الالم، ما يرتاحش غير لما ينزل رجله في الارض من السرير. ايه ذا اسكيميا اوف ذا نيرفز، النيرفز بتصرخ انها مش واصل لها بلاد سبلاي، معناه ان الحاله بتاعه العيان ده بتاع الديابيتس وبتاع الاسكيميا تفاقمت. مش بس كده، في ميكانيزم رابعه للديابيتس بيعمل بيها الديابيتك فوت، الانفكشن. الديابيتس بيجعل الانسان عرضه للانفكشن، وعرضه ان الاورجانيزمز لو جات تبقى فيريولنت، ولو جات فيريولنت يحصل فيها ميكسد انفكشن، جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وانتي انيروبس وانيروبس، لان الديابيتس عامل نيوروباسي في الاطراف، وبالتالي انت اطراف رجليك مش حاسس بيها. عيان السكر ماشي يخبط في رجليه في اي حيطه وفي اي باب وفي اي مسمار في الارض، ممكن يدوس عليه ويغرس في رجله وما يحسش بيه، وانت واقعد جنبه في المواصلات يدوس على رجلك ويخبط في رجلك. ليه 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 ليه؟ ما هو مش حاسس برجله. عشان كده طلعت الايره بتاعت الجزم الطبيه، ويقول لك مش عارف الجزمه مريحه ومبطنه داير ما يدور، عشان لو اتخبط بيها رجله الشوك ابزوربشن اللي ما بين الرجل ما بين النعل بتاع الجزمه يشتغل، ممتص للصدمات. طيب يا ده الديابيتك فوت موال يا دكتور. فور ميكانيزمز، ميكس. ساعات الديابيتك فوت تيجي انفكشن مع نيوروباسي، تيجي اسكيميا مع انفكشن، ساعات تيجي ميكسد اسكيميا مع انفكشن مع نيوروباسي. ودي هي اسوأ انواع الارجل، ودي اللي بيحصل فيها ميكسد انفكشن وجانجرين، وبيحصل سبريدنج للجانجرين. طبعا بتكون دراي جانجرين لان هي بتبقى كرونيك. دراي جانجرين يعني ناشفه ما بتنزش. الجانجرين اللي بتنزل هي الاكيوت اللي خدت النسيج على حين غره، اما الدراي جانجرين هو اوريدي نسيج اسكيميك نشفان مش وصل له بلاد، وبالتالي حتى لما هيعفن ويسود ما هيبقاش فيه فلويدز كتير. طيب دي قصه الدايابيتك فوت يا دكتور. التريتمنت بتاع الدايابيتك فوت، كير اوف دايابيتس، كير اوف ذا بيشنت. كير اوف دايابيتس، ظبط السكر بقى، شوف حد اندوكراينولوجي محترم. الاورال هايبوجلايسيميك نوع واحد مش نافع، خليهم نوعين، نوع شورت اكتنج خليه نوع لونج اكتنج. مش نافعين الاورال الهايبوجلايسيميك، سقلب على الانسولين. مش نافع الانسولين، ابعته لنا احنا نعمله تحويل مسار وتكميم معده. ايه ده، الجراحات بتاعت السمنه بتخفف من السكر. طب ما العيان مش سمين يخف من السكر. في ناس كتير بتجيلنا يعمل تحويل مسار والعمليات اللي بتتعمل للناس التخان عشان يخسوا، مخصوص عشان يستفيد بالاوبشن الزياده مع العمليه دي، ان العيان السكر بيتحسن. يقول لك انا مش عايز ادخل في مضاعفات، انا مش عايز الكلى تبوظ، ومش عايز عيني تبوظ، ومش عايز عظمي يبوظ، مش عايز جسمي كله يبوظ، ومش عايز الجروح تبوظ، ومش عايز يحصل لي بريسينايل اثيروسكلروزز، ولا عايز اشوف الدايبيتك فوت، ولا عايز اقطع رجلي ولا صوابعي. اعمل لي تحويل مسار. يا عم انت وزنك مناسب مش محتاج تخس، اعمله لي عشان خاطر اصلح بيه السكر وانا هاكل كويس. ده الكير اوف دايابيتس، علاج الدايابيتس. المين تريتمنت اوف دايابيتس ميليتس دلوقتي السيرجري. العلاج بقى بتاع البطنه، وتقعد انت ودكتور البطنه تاخده 50 سنه في العلاج، راحتك. اللي عايز يعمل كده يتابع مع دكاتره البطنه. ده كير اوف دايابيتس. كير اوف ذا بيشنت، ديبرايدمنت للجروح اللي في رجله والتعويرات عشان الانفكشن، لان الانسجه ميته والانفكشن هتاكلها. السكاروليتك والبروتيوليتك بكتيريا الكلوستريديوم ورشاي وسبوروجينس مش عارف ايه والحاجات الحلوه اللي كنا بنقولها دي، كل الكلوستريديا دي والتيتانوس والجاز جانجرين هيجي هيلتئم رجل الراجل اللي عنده دايابيتس او رجل الست اللي عندها دايابيتك فوت. وبالتالي انا لازم اقصقص واعمل ديبرايدمنت لحد ما اوصل لنسيج سليم يبخ الدم في وشي. يا دكتور سلخت رجله، احسن ما اقطعها.
سلخت الجلد، لكن ما قطعتش الرجل، رجله جلد وسبكوتينيوس وعضلات وعضو لما حصل لهم جانجرين، وغطيها بفلاب يا عم. مش معايا دكاتره التجميل، بعد ما نضف الجرح ومعمل له ديبرايدمنت كويس ابعت العيان على دكتور التجميل يعمل له فلاب. انتي بايوتكس بقى طبعا، وانالجيزكس وانتي انفلاماتوري، وحجز في المستشفى وتنظيف وفولو اب وكير. هو ده التريتمنت بتاع الدايابيتك فوت. ثوراسيك اوتلت سيندروم انجاز التعبير وصدق ان هي تبع الكارديو فاسكولار او تبع الكارديو ثوراسيك. ثوراسيك اوتلت سيندروم متنازع عليها ما بين الفاسكولار بيعتبروها تبعهم والكارديو ثوراسيك بيعتبروها تبعهم، وهي لا تبع ده ولا ده، دي تبعنا احنا تبع الجراحه العامه. الثوراسيك اوتلت سيندروم سيندروم اوف مانيفيستيشنز ريليتد تو compression of subclavian artery and roots of brachial plexus in between the triangle of anteriorly the clavicle posterior scapula laterally the inner border of the first rib. ومين اللي بتعمل الثوراسيك اوتلت سيندروم؟ اول واحده الاسكالين muscles، مجموعه الاسكالين anterior وميدياس وبوستيريور، وساعات العيان يبقى عنده واحده accessory inferior، اربع اسكالين. الاسكالين دول لما بيبقوا هايبرتروفايد او واحده فيهم هايبرتروفايد او واحده ابنورمالي انسيرتد او فيها هيماتوما، تعمل كومبريشن على السبكليفيان ارتري اند روتس اوف بريكيال بلكسس، وتعمل ما يعرف بالثوراسيك اوتلت سيندروم. عشان كده اهم ايتيولوجي للثوراسيك اوتلت سيندروم سكالين ماسل سيندروم. تاني حاجه ان العيان يكون عنده ابنورمال سيرفايكال ريب، ريب زياده فوق سي واحد، سوري فوق تي واحد. هذا السيرفايكال ريب هيضيق على السبكليفيان ارتري والروتس اوف بريكيال بلكسس. لو تلاحظ السبكليفيان بين غير موجود، ما بيضغطش في حاله الثوراسيك اوتلت سيندروم، وبالتالي نيفر فاريكوزيتيز. عمرك ما تشوف عيان عنده فاريكوزيتيز في الابر ليمب، غير. طيب مش هدخل كتير في الثوراسيك اوتلت سيندروم، انا كنت شرحتها قبل كده بس هي مهمة. يبقى الثوراسيك اوتلت سيندروم والديابيتك فوت والكرونيك اسكيميا ان ذا فورم اوف رينودز وبيرجرز والاكيوت اسكيميا مينلي اكيوت امبوليك اسكيميا، هي الاسئلة المهمة في الارتيريال سيستم. الفينوس سيستم اهم الاسئلة، رقم واحد اناتومي اوف ذا لونج سافنس اند شورت سافنس. ليه ده ممكن يعتبر يجي في الاورال شيت، هو مش هيجي في النظري لكن يجي في الاورال شيت اللي هنمتحنكم فيها اناتومي مع اوبراتيف. ممكن سؤال اناتومي صغير، اديني الاناتومي بتاع الشورت سافنس واللونج سافنس، وهم سهلين واضحين هنشرحهم ان شاء الله في الفينس سيستم. ده اول سؤال ممكن يجي في الفينس. تاني سؤال واهم سؤال في الفينس هو الفاريكوز فينز، الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشنز والتريتمنت او المانجمنت بتاعت الفاريكوز فينز عامه، دوالي القدم لان هي مشهوره وفيري كومون، بتوع الاوعيه الدمويه ما بيشتغلوش حاجه غيرها، ما عندهمش غيرها، رغم ان خلاص العمليات بتاعتها كوندمند دلوقتي، كله اندوفاسكولار ليزر، حقن حقن حقن، الوريد يتجلط ويبقى سكليروزد ويبقى رفيع وخلاص وانتهى الموضوع. الجراحات القديمه وتشريط الرجلين ده كاتاستروف، ده يعني انا مش عارف العفن ده ازاي لسه هم لحد دلوقتي بيشتغلوا وبيضحكوا على الناس، لان للاسف الاندوفاسكولار لسه ما انتشرش في سوهاج. طيب يبقى درس الفاريكوز فينز كلينيكال بيكتشر وتريتمنت مهم جدا، والكومبليكيشنز اوف فاريكوز فينز مهم. بيعمل كرونيك اسكيميا، فينوس انسفيشنس. طيب بيعمل حاجه اسمها بوست فيليبيتك ليمب، ده الفاريكوز فينز. ثالث سؤال بعد الاناتومي اوف ذا لونج سافنس وشورت سافنس والفاريكوز فينز، الديب فينوس ثرومبوزز والبلمونري امبوليزم، رغم انه درس باطني ولكنه اشهر اسبابه الجراح. عشان كده اللي اولى يشرح الدي في تي والبلمونري امبوليزم مش دكاتره الباطنه، احنا، لان اشهر اسباب الديب فينوس ثرومبوزز العيانين بتوعنا احنا اللي بيبقوا بعد العمليه بيدريدن،
ونايمين فترات طويله وما بيتحركوش وما بيعملوش فيزيوثيرابي، هو ده اللي بيعمل ستيزز، ستيزز في الجسم كله. بس مين اللي مين اللي اجينست الجرافيتي؟ اللور ليمبس اشهر مكان يحصل فيه ستيزز، وتبتدي تحصل الجلطات في منطقه الكالف ريجيون. عشان كده دايما الجلطه بتاعت الديفتين يقول لك شوف السمانه، شوف السمانه طريه زي الملبن ولا متحجره. السمانه متحجره في ديفتي في منطقه الكالف فينز، التريبيوترز بتوع اللونج سافنس والشورت سافنس في الحته دي، او البوبليتيل. والديب فينس ثرومبوزز مشكلتها انها ممكن تبقى ديسلوجد وتمشي في الاستريم لحد ما توصل للرايت سايد اوف ذا هارت وتروح في اللانج وتعمل بالمونري امبوليزم. وقلت قبل كده هي ليه الجلطه اللي بتبدا في الكالف فينز دي بتبقى ديسلوجد وبتمشي؟ لان الفين بيبدا من تحت لفوق ضيق ثم يوسع، يعني الجلطه مجرد ما تتحرك من الوول بتاع الفين هتجري ماشيه في تيارات دم كل شويه شغاله توسع وتجرفها تجرفها لحد ما تروح في اللانج وتعمل بالمونري امبوليزم. ده تالت سؤال مهم في الفينوس سيستم. رابع سؤال مهم differential diagnosis of venous ulcer او سوري differential diagnosis of leg ulcer. الليج منطقه الرجل بيجي فيها ألسرز كتير، اشهر واحده فيهم الفينوس ألسر از كومبليكيشن اوف فاريكوز فينز. عيان عنده لونج ستاندنج فاريكوز فينز ليها 15 سنه و10 سنين هتعمل فينوس ألسر. الحته بتاعت اللونج سافنس اللي قدام الميديال ماليولس دي، او الشورت سافنس اللي ورا اللاترال ماليولس، اللاترال ماليولس والميديال ماليولس دول العظمتين اللي في الرجل تحت عند المفصل بتاع القدم كعب القدم. يبقى الفينوس ألسر بتحصل في اللونج سافنس anterior to medial malleolus، وفي الشورت سافنس posterior to lateral malleolus. ودي ulcer common as a complication of long standing varicose veins. فإذا كنت الألسر دي common لازم أقول لك الألسرز اللي differential diagnosis معاها. هو في ألسر تاني ممكن تيجي في الرجل، traumatic ulcer، واحد مجروح والجرح ما التأمش ما خفش ما خيطوش وتساب مكشوف، ما هو ألسر مش الجرح ده. discontinuity في السكين ألسر اسمها تروماتيك ألسر. اسكيميك ألسر العينين اللي عندهم بيرجرز لونج ستاندينج بيرجر، مش قلنا بيعمل جانجرين؟ ما قبل الجانجرين هيعمل اسكيميك ألسر. اكتر حتة بعيدة عن البلاد سبلاي صباع رجلك الكبير البيج تو، البلانتر اسبكت بتاعه من فوق، هي دي اكتر حتة بيحصل فيها اسكيميك ألسر نتيجة كرونيك اسكيميا، سواء كانت بيرجر أو الكرونيك اسكيميا العادية اللي هي الأثيروسكلروز اللي بتيجي بعد 50 سنة. دي تالت ألسر. رابع ألسر نيوروباثيك ألسر الديابيتس. النيوروباثي بيخلي العين يتعور ويحصل عنده ألسريشنز، ساعتها اسمها نيوروباثيك ألسر. في بعد كده الالسرز بتاعت السكين مالجنسي، البيزل سيل كارسينوما والسكويموس سيل كارسينوما، ما هي دي ألسرز. طيب لما نيجي لدرس في بعد كده التي بي ألسر وفي سيفيليتيك ألسر نون سبيسيفيك ألسرز، حاجات كتير لما نيجي نوصل لهم نشرحهم بالتفصيل. دول اسئله الفينس. الليمفاتيك سهل وجميل وانا مهد له بكميات كبيرة على مدار السنة في الجي اي تي، هشرح الليمفوما هوجكن ونان هوجكن وهشرح التي بي لمفادينايتس. تاني سؤال وتالت سؤال الديفرينشال دياجنوزيز اوف جنراليزد لمفادينوباسي او ديفرينشال دياجنوزيز اوف سيرفايكال لمفادينوباسي. يبقى التلات اسئلة دول مهمين وممكن يجي واحد فيهم قارن ما بين الهوجكن ونان هوجكن، التي بي لمفادينايدز، الكوز اوف جنراليزد لمفادينوباسي او لوكاليزد لمفادينوباسي، واصعبهم ان هو يجي التي بي لمفادينايدز، ده خليه اخر حاجه كده. ده السكيم بتاع الفاسكولار سيستم. نظرا لان الفجر على اذان خلاص وانا ارهقت جدا عشان ما اشرحش شرح غلط، نكتفي بهذا القدر النهارده. ادينا خلصنا التخدير ومهدنا للفاسكولار وعرفنا الاساسيات بتاعته، وإن شاء الله بعون الله من بكرة نبدأ في الفاسكولار ومش هنطول فيه إن شاء الله عشان نلحق نخلص الكارديو سوراسيك و
والنيوروسيرجري، وبعد كده نبدأ مراجعات إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.